يسود واحد النوع ديال الاحترام واحد النوع ديال التقدير نحترم الجميع. فكما قلت في الكلمة ديالي بأنني مستعد أن أشتغل مع جميع الأعضاء سواء أغلبية ومعارضة. ما يهمنا هي مصلحة الإقليم، ما يهمنا هي مصلحة ديال المواطن، باش غنتغلبوا على المشاكل. ونتمنى بأن بكل صراحة لأن طنجة إقليم طنجة بوابة المغرب نحو أوروبا، وإن غنشتغلوا إن شاء الله الرحمن الرحيم مع المجلس الجهة مع الجماعات الترابية باش غيكون واحد النوع ديال فك العزلة على العالم القروي إلى غير ذلك من المشاكل اللي كنعيشوها، لأن الميزانية ديال المجلس الإقليمي واحد النسبة كبيرة اللي كتمشي للعالم القروي. كنتمنى إن شاء الله الرحمن الرحيم غنكونوا عند ظن طموح ديال السكينة بالإقليم بكل صراحة سواء في العالم الحضاري أو القروي، ولكن كذلك سنعمل جاهدين بتكتل وبانسجام، لأن إذا كان هناك تكتل كاين انسجام كتسهل العملية المأمورية ديال الاشتغال. خصوصا عندنا تجربة في المجالس الدورة المهنية في الجماعة الترابية اللي دوزنا واحد تجربة كبيرة. نتمنى إن شاء الله بأن عاود كذلك هنا الإخوان اللي معنا رؤساء الجماعات أعضاء في الجماعات اللي عندهم واحد التجربة، باش إن شاء الله الرحمن الرحيم غادي نشوف الإقليم ديالنا هي في المنازل مع أولادك ومع مرات كيكون ديالنا واحد النوع ديال التعطل مرة كيوقع علينا، مسألة عادية طبيعية، لأن كاين بعض المجالس اللي تم فيها تحالف تكتل صحيح، كاين بعض الجماعات اللي ما نجحتش فيها، فأخذنا قرار على الصعيد المركزي بأن كاين بعض المناطق اللي غنخليوها فليتنافس المتنافسون، مسألة طبيعية ديمقراطية. فعلا بأن كاين واحد النوع ديال البلوكاج، ولكن حنا واحد الحاجة، لأن حنا كان بالإمكان ديالنا غادي نديو الرئاسة ديال المقاطعة دمغوغا اليوم، وممكن كنا غنحسبوا حتى في المقاطعة ديال سوانيا، ولكن تضامنا مع الحلفاء اللي عندنا قلنا بان غنطريتو، لان واحد المقاطعه كانت غادي تمشي في واحد الاتجاه اللي ماشي، واخا عندنا فيه اغلبيه ولكن هناك بعد واحد النوع ديال الخلل بغينا نصحوه، غنريتو شويه ماشي بلوكاج، بغينا نريتو شويه حتى نصحوا الوضع. من المسؤول عن حاله البلوكاج الحاليه؟ لا داعي لذكر الاسماء، ولكن كاين بعض الهيئات اللي خلقت شويه ديك الشيء ديال وحده المدينه، خلقت شويه ديال التشنج، لكن الامور غتعرف ان شاء الله. دائما في تشكيل المجالس كيوقع شويه ديال الاخذ والرد، شي كثر له، لان لا يمكن. حنا المجلس عندنا فيه 31 وعندك 5 اعضاء ديال المكتب وعندك كاتب المجلس، واش ديك 35 ديك 31 عفوا راه كامله خصها تستافد، باغي تستافد، ولكن ما يمكنش. شحال من لوائح اللي تقدمت الانتخابات الجماعيه، ما كره هادشي كلشي غدوز، ولكن راه يمكن كدوز الامور لنا هي بطبيعه الحال، لان الانتخابات هي هذه الديمقراطيه. الحمد لله بان في المغرب عرفنا وشاهدنا بان واحد النوع ديال التطور في الديمقراطيه، وهناك واحد النوع ديال التبادل حتى على السلطه. بالامس كانوا الاخوان ديال العداله والتنميه كيسيروا، اليوم كاين الاحرار هما اللي كيقودوا الحكومه. 2026 عاود الحزب اللي غيقدر يبرز كذا، اذا هذا النوع اللي بغينا نمشيو به ببلادنا مستقبلا. حنا ما بغيناش يبين الحزب الواحد، حنا ضد الحزب الواحد. والمغرب ان شاء الله الرحمن الرحيم لان ينتظره اوراش كبيره كثار من انتخابات كما قال صاحب الجلاله في الخطاب ديالو، لان انتخابات وسيله وليس غايه، ولكن كاينه الغايه اللي خصنا نخدموا عليها كاملين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.